رجع لنا مؤمن، خلينا نسمع مؤمن الاول. يا استاذ مؤمن، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك، قل لنا انت الان في قلب الحدث في موسكو، يعني كيف ترى هذه الزياره؟ ايه جدول اعمالها؟ المنتظر يحدث فيها ايه؟ طبعا زياره السيسي لروسيا هي زياره تسعى له بوجه عام، ستكون الثانيه ليه في مدينه سوتشي على البحر الاسود، لان هو زارها لاول مره في عام 2014 بعد تنصيبه على طول كرئيس للجمهوريه. تمام. وطبعا الزياره دي المره دي هتكون اوسع من سابقتها، لان الرئيس يقوم بزياره العاصمه موسكو في زياره تستغرق يومين، وبعد ذلك سينتقل الى سوتشي لمده، يعني طبعا زياره لمده 3 ايام. في اول يوم طبعا بكره هيكون القاء كلمه في مجلس الاتحاد الروسي أو المجلس الفيدرالي، وهو يعد بمثابة مجلس الشيوخ الغرفة العليا للبرلمان، وسيلتقي أيضا مع رئيس مجلس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف. طبعا زي ما حضرتك قلت، الرئيس بوتين استبق زيارة الرئيس السيسي بقرار استراتيجي هام جدا، ويعتبر لأول مرة في تاريخ العلاقات ما بين مصر وروسيا المعاصرة، وهو توقيع اتفاقية شراكة مع مصر على أعلى مستوى، وده اللي نشر طبعا على البوابه القانونيه الروسيه المختصه في اصدار القرارات من هذه ده زي الجريده الرسميه عندنا كده. بالظبط طبعا. وطبعا البوابه القانونيه نشرت يعني قبل ذلك قرار اخر بتوقيع اتفاقيات الطابعه النوويه، وتوقيع طبعا توقيع اتفاق الشراكه ما بين مصر وروسيا، يعني دخول العلاقات بين البلدين في مرحله لم يسبق لها مثيل منذ القرن الماضي، لان احنا طبعا بنفرق ما بين عصر الاتحاد السوفيتي وروسيا المعاصره. وطبعا الرئيس السيسي يعني تعمق في العلاقات المصريه الروسيه بشكل غير مسبوق. طبعا الرئيس السيسي بيزور روسيا لعده ملفات رئيسيه، اهمها بالطبع منطقه التجاره الحره بين الاتحاد الاقتصادي الاوراسي ومصر، لان الاتحاد الاقتصادي الاوراسي بيضم 5 دول، وهي روسيا وبيلاروس وارمينيا وكازاخستان وكرغستان. والاتفاقيه دي اذا تمت ستدخل مصر مرحله اقتصاديه كبيره جدا على غرار المنطقه الاقتصاديه في قناه السويس الخاصه بروسيا، اللي هتدخل برضو مصر مرحله جديده من المراحل الاقتصاديه الهامه. والملف الاخر طبعا المهم هو انشاء اول محطه نوويه على ارض مصر بتكنولوجيا روسيه، وهذه المحطه ستقوم روسيا بانشائها على اعلى مستوى، وستمدها ب طبعا توربينات، لا يعني من اهم التوربينات في العالم. وطبعا المحطه دي هتكون مؤسسه على تكنولوجيا بلس 3، وهي مضاده للكوارث البشريه والخطا البشري، بالاضافه طبعا ان روسيا هتكون بتدريب 2000 فني مصري للعمل في هذه المحطه، واول دفعه هتكون في 2020 لحد 2024. وطبعا هناك ملف اخر، وطبعا زي ما حضرتك يعني او المشاهدين شافوا النهارده، ان في تعاون عسكري ما بين مصر وروسيا كبير جدا. في المناوره بدات بالفعل. بالظبط، مناورة حماة الصداقة، وهي بدأت لأول مرة في عام 2016، بالإضافة طبعا لوجود لجنة تعاون عسكري تقني تترأسها وزيري الدفاع المصري والروسي. وأخيرا طبعا الملف المهم جدا اللي هيتم مناقشته ما بين السيد الرئيس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو عودة الرحلات السياحية بين روسيا ومصر. وده مهم جدا، ملف مهم جدا، الناس يمكن مترقبة انفراجة فيه. طبعا يعني هي الرحلات عدد بشكل جزئي، لكن بنتكلم على شرم الشيخ، بنتكلم على شرم الشيخ مباشر. حاليا الشارتر يعني نتمنى ان هو يعود في هذه الزياره، واتوقع يعني ان هو هيعود، لان السياح الروس بيشتاقوا حاليا لمصر. وطبعا لما بتكلم مع اي سائح روسي او مواطن روسي بيقول فين مصر، واحنا اشتقنا جدا لمصر وشرم الشيخ والبحر الاحمر. طب عايز اسالك مؤمن، يعني من متابعتك للاعلام الروسي، الصحف والمواقع هناك، يعني شايفين الزياره دي ازاي، او شايفين ضيف روسيا ازاي؟ هما طبعا شايفين ان الزياره دي مهمه جدا، لان الرئيس السيسي سيلقي كلمه في المجلس الاتحادي الروسي، ودي تقريبا ده اول رئيس بالزبط. اجنبي عن الروس يلقي كلمه في مجلس الفيدراليه الروسي. بالظبط، المجلس طبعا الاتحادي هو مجلس الشيوخ، وان رئيس اجنبي يلقي كلمه فيه دي يعني ده شيء كبير جدا. وهي طبعا الغرفه العليا للبرلمان، اللي هو الدوما، او المجلس البرلماني اللي هو الدوما. وطبعا القاء الرئيس السيسي كلمه فيه دي طبعا حاجه سابقه كبيره جدا من نوعها،
وطبعا وسائل الاعلام الروسيه بتتناول الزياره دي ان هي 3 ايام. طبعا ما كانش في قبل كده رئيس مصري في عهد روسيا المعاصره زار موسكو وسوتشي، يعني مدينتين في نفس الوقت لمده 3 ايام. طبعا اي رؤساء بيزور روسيا لمده يعني يومين على الاقل، لكن الرئيس السيسي المره دي بيزور روسيا لمده 3 ايام، وطبعا ده شيء مهم جدا في العلاقات المصريه الروسيه. ويعني احنا دلوقتي حاليا بندخل مرحله جديده في العلاقات بعد ثوره 30 يونيو 2013، ملاحظين طبعا ان العلاقات بدات تتطور وبدانا ان احنا نعيدها ازدهارها. مش هقدر اقول هي هتعود مثل الاتحاد السوفيتي، ولكن بالظبط افضل ان شاء الله بكثير من ايام الاتحاد السوفيتي ان شاء الله. بشكرك استاذ مؤمن مختار، صحفي متخصص في الشان الروسي، يحدثنا من موسكو. فخلينا ان شاء الله يعني بكره وبعده نبقى متابعين، نشوف ما تسفر عنه هذه الزياره من نتائج ان شاء الله ايجابيه في اطار تعاوننا المشترك مع روسيا.